يعني الآن مثلا في وضع الانهيارات اللي عم نشوفها ما بقي إلا الملكية الفكرية، يعني انهارت السوق النظري اللي هو سوق المال. سوق المال مش سوق حقيقي، هو سوق فيرتشوال لأنه ليس جزء من الاقتصاد، كله تداوله بالعاطفة والتضارب والمضاربات. إنما السوق الحقيقي اللي هو الاقتصاد الحقيقي أيضا انهار، لأنه يعني طبعا تعرفوا الأرقام كل الناس بتحكي فيها، في عنا حوالي 20 تريليون ديون و 20 تريليون أسهم فقدت قيمتها. الانتلكشوال كابيتال ما بفقد قيمته، يبقى ويزيد. وستروا أنه هذه القياسات القيم الملكية الفكرية ستزداد. أنا لا أريد أن أطيل عليكم، بس تعود دائما بصفة الختيار، وأعتبر نفسي كوالد عندي مسؤولية أن أنقل ما أعرفه لكي تستمر رسالتنا كعرب، ونحن كعرب قدنا العالم. ومع أنه ما لازم يكون عندنا لا خجل ولا تواضع، نحن قدنا العالم 500 سنة وأدخلنا المبادئ والعلوم والثقافة والأخلاق والقيم، وإن شاء الله رح نرجع نقود العالم. الكلام مش هلا بقوله، أنا بقوله من عشرات السنين إن سنعود مرة أخرى لقيادة العالم، لأن الحضارة العربية حضارة قيم وليست فقط حضارة أرقام. وهذا الموضوع كمان بديش أنتقل لموضوع آخر تجدرت فيه أنا في مؤتمر للبنك الدولي بالتمييز بين الحضارة العربية والحضارة الغربية، وقلت أن قوتنا أن حضارتنا حضارة قيم وأخلاق ومبادئ واعتبارات معنوية وليس فقط قيم. الحضارة الغربية مبنية على القيم المادية فقط، يعني وهذا كان هم اللي بلسانهم إنه الفرق، كان انتقاد للحضارة العربية إنه الحضارة العربية حضارة عواطف وشعور. لا، حضارة قيم مش عواطف وشعور، وهذه شيء نفخر فيه مش ندافع عنه، بالعكس نقوله ونفخر فيه. فإحنا نتكلم عن، تفضل سيد، فنحن نتكلم عن ثروة. أريد أن أؤكد أن أهمية ما يجمعنا اليوم هذا الصباح هو أهمية هذا الموضوع. هذا الموضوع ليس بالموضوع السهل، هذا موضوع هام وموضوع يشكل قوة الأمم ويشكل مستقبل الأمم. في هذا المجال نحن كنا حظيظين دائما بوجود سامر الطوراوني، سامر من أبناء هذا الوطن الكرام الذين مثلوا المنطقة في المنظمة العالمية للملكية الفكرية خير تمثيل، وكان دائما رسولا لرسالتنا، وكان أيضا ناقلا لنا، وقد التقيت معه في كثير من الندوات في البحرين وفي عمان وفي الكثير من الدول العربية في ندوات مماثلة وفي لقاءات مماثلة، كانت كلها تهدف إلى التأكيد على أننا كأمة نريد أن نتقدم ونريد أن نتفوق، ونريد أن ليس فقط أن نجاري. أنا بستعملش كلمة أنه نوصل إلى مستوى الغير، أنا أقول أننا أفضل من الغير، ويجب أن يكون طموحنا دائما أن نكون أفضل من الغير. وما عندي العقدة، يعني في لقاءاتي في المؤتمرات الدولية أجد أننا ما فيش مشكلة إطلاقا. إحنا الآن مثلا في الكلية، هذه الكلية كلية طلال أبو غزالة، بدأنا نطبق لأول مرة في المنطقة العربية طريقة الكيس ستادي في التعليم. زرت أنا، صار لي صدفة أن أحضر صف تدري تعليم في هارفارد حيث كانت بنتي تدرس، وزرت هارفارد. لم أجد في هارفارد شيء لا يمكن عمله في المنطقة، عظيمة هارفارد وما في أعظم منها، بس ما فيهاش معجزة إذا قررت أن تصبح مثلها أو تكون أحسن منها. إذا قررت، ونحن قررنا أنه نريد أن نكون في هذه الكلية بهذا المستوى على الأقل، وأن نستطيع أن نطبق ما طبق هناك وأدى إلى نجاح تلك الكلية. فالقرار دائما يبدأ هو بداية الوصول إلى الهدف. فالقرار عندنا هنا أننا كأمة عربية نريد يوم من الأيام أن يكون عندنا مثل جوجل اسم بهذا الثمن. ولذلك المشروع الثاني اللي راح أتقدم فيه في جدة هو حول الأرب براند نيمز. نجد أن المنظمات العالمية مثل فوربس
مجلة فوربس ومنظمات الملكية الفكرية تصنف العلامات الهامة والمشهورة في العالم. نحن محرومين في هذا المجال لأن المنطقة العربية أيضا لديها أسماء هامة وأسماء شهيرة، كل ما تحتاج إلى الإبراز والتلميع والإعلام لتصبح في نفس مصاف العلامات الشهيرة الموجودة في العالم. فلذلك كما بدأت أقول احنا سنتقدم بمشروعين في جدة، الأول للمؤشرات الجمعية العربية للمؤشرات الجغرافية في مظلة الجامعة، والثاني للأسماء العربية الشهيرة اللي بيسموها brand names أو famous names، وهي وتبدأ في الحالتين سواء المؤشرات أو البراند نيمز يبدأ الموضوع بأن تعمل داتابيس تحصر فيه هذه الأسماء، ثم تبدأ في دراسة تقييمها وتساعدها كيف تصبح قيمتها أكبر. هي العملية ليست فقط إحصائية، يعني هنالك أسلوب لرفع قيمة منه الإعلام. يعني مثلا بيبسي كولا 97% من قيمتها هو للاسم وليس للمنتج، يعني الريفنيو يعزى 97% منه إذا ما كنتش غلطان إلى قيمة العلامة اللي هي نتيجة الإعلان ونتيجة طريقة إبراز الاسم. فبالتالي نريد أن نساعد الأسماء العربية الشهيرة لأن تصبح بنفس وضع الشركة الأسماء العالمية الشهيرة الغربية. أنا عارف أني خرجت عن الموضوع لأني دائما حريص أن لا أتورط في مواضيع تقنية لا أفهمها، فبحاول أتجنب الموضوع لجهلي في الموضوع وأخرج عنه إلى مواضيع تعفيني من التورط في وإظهار جهلي في ما هو مطروح، وأترك الحديث عنه للخبراء الذين أعدوا. وين همس؟ أمس تعالي هنا تعال. فأود أن أشكر الأستاذ الطراوني لحضوره لهذا اللقاء لهذه الدورة لهذه الورشة، وأشكر همس على الترتيبات التي قامت بها والتي نسعد بأنها أنتجت لقائي بكم وتعرفي عليكم، وأهلا وسهلا فيكم في كليتكم في بلدكم في منظمتكم. أهلا وسهلا.